دروب الازمان ونطلب بجانبي في هذه البطولة بطولة التحدي الرابعة الصحفي والإعلامي في صحيفة جبيل اليوم الأستاذ محمد الهواملة، نرحب بك عبر شبكة الفارس العالمي، كلمنا عن طباعك عن هذه الدورة. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لاستضافتكم. بالنسبه للبطوله يعني البطوله الرابعه بالنسبه للتحدي، هي بصراحه بطوله تعتبر الثانيه والثالثه في الجبهه الصناعيه اللي تقام، ويمكن هذه بالنسبه لي المشاركه الاولى انا بصفه رسميه عن طريق الجبال اليوم، وبحقيقة تشرفنا بما أن الجبال اليوم هي الراعي الإلكتروني للبطولة، واستمتعنا فيها واستمتع فيها المتابعين حقيقة، وكان فيها يعني صراحة نجوم برزوا، وبلا شك هذا يعني إذا من شكر فلله سبحانه وتعالى، ثم للمنظمين على هذه البطولة ولمحافظة الجبيل لدعمها للبطولة، لأي بطولة أصلا للشباب، وبلا شك أنها تثري الشباب وتقضي أوقات ممتعة جدا واستمتعنا فيها حقيقة. تسليط الضوء من الصحفيين شاهد صحيفة جبيل اليوم صحيفة الشرق على هذه البطولات، ما هي الفائدة بالنسبة للصحفيين وبالنسبة للبطولة؟ بالنسبة للبطولة هي تدعم البطولة بلا شك يعني من إعلاميا، بالنسبة للصحفي هو إثراء يعني هواية الصحفي بالنسبة، وكل متواجدين من صحيفة جبيل اليوم هم أصلا عندهم هواية لكرة القدم عموما، ويعني بصراحة حتى الجبيل اليوم يعني كان لها زوار كثر يعني من بداية تغطيتها للبطولة، وصراحة حتى الفريق حقنا التغطية سهر يعني طول البطولة، وهو يعني يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يكون في الحدث صراحة، وأتينا بفريق متكامل والحمد لله، حاولنا أن نضيف شيء ولو بسيط للبطولة والحمد لله وصلنا لمرحلة جيدة. كلمتك الأخيرة. أشكركم، أشكر الفارس، شبكة الفارس، تواجدكم جميل، أنا أول مرة ألتقي فيكم ولكن تواجدكم جميل وفريقكم إن شاء الله أجمل، وأشكر لكم إن شاء الله نشوفكم في لقاءات، ولنا الشرف أنكم تعرفنا عليكم حقيقة. يكون آخر لقاء ولنا تشرف بحضورك معنا. سهلا فيكم حبيبي. الله يحفظك. إذن كان هذا حديث الصحفي والإعلامي في جبيل اليوم الأستاذ محمد الهواملة على حديثه في هذه البطولة وتغطية هذه البطولة، ما زلنا مستمرين بلقاءاتنا لهذه البطولة فكونوا معنا.